اهلا بيكم في قناه مفتاح الماضي، ومعاكم يوسف احمد. والنهارده هنكمل مع بعض اسطوره انقاذ البشر من الفناء. ما تنسوش في كل مره لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب. نكمل مع بعض الاسطوره. كنا وصلنا مع بعض اخر مره في الاسطوره لما الاله رع جمع الالهه وقال لهم على اللي حصل للبشر، ان بدأوا يسخروا منه عشان خلاص منه انه كبر وعجز. الالهه نصحته انه ينزل عينه لتفتك بين البشر، لكن البشر استخبوا ما بين الصخور والجبال فمعرفش يفتك بيهم. رجع للآلهة تاني أو نصحوه، نزل عينك في هيئة بنتك حتحور عشان تفتك بيهم. فعلا الإله رع سمع نصحتهم، وحتحور بدأت تفتك بالبشر إلى ما لا نهاية. رجعت تاني للإله رع، رحب بيها جدا وقالت له إن مهمتك دي أنا بقوم بيها بقلب مفعم بالسرور، وإن أحسن حاجة في الدنيا بالنسبة لي إني أخدمك. قام شكرها وقال لها إن أنت اللي عملتيه ده هيرجع قوتي وهبتي من أول وجديد. لكن الإله رع أخذته الرأفة والشفقة بالبشر، فقال لها كفاية كده اللي عملتيه. لكن حتحور ما سمعتش كلامه واستمرت في فتكها بالبشر. فالإله رع خاف لتقضي على كل البشر اللي في الدنيا، قام نادى بأعلى صوته: أنا عايز رسل سريعة جدا، اجمعوا لي كل الرسل الموجودة. الرسل اجتمعوا قدام الإله رع، قام طلب منهم ايه؟ الحلقة الجاية.